الكهرباء هي عصب الحياة في عصرنا الذي بات لصيقاً بالأجهزة المختلفة والتكنولوجيا المتقدمة التي توفر سبل الراحة والرخاء، ولكن الكهرباء نفسها قد تكون هي السبب في عطب تلك الأجهزة بسبب عدم انتظام موجاتها أو انقطاعها المتكرر. فالتذبذب بالتيار الكهربائي يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية، كما أنها في كثير من الأحيان تسبب حدوث شرارة كهربائية تؤدي إلى نشوب الحرائق بالمنازل. الخبراء ينصحون بالابتعاد عن ربط عدة أجهزة ذات استهلاك مرتفع للطاقة على نقطة كهربائية واحدة، خصوصاً في فصل الصيف، تجنباً لمخاطر الحرائق بسبب زيادة الأحمال الكهربائية. ويحبذ اللجوء إلى استخدام أجهزة خاصة تقي مخاطر تذبذب الموجات الكهربائية على الأجهزة. عند انقطاع التيار الكهربائي ينصح بإغلاق مفاتيح الكهرباء الرئيسية والانتظار لدقائق بعد عودة التيار الكهربائي للقيام بتشغيل الأجهزة. فعادة ما يكون الجهد الكهربائي مرتفعاً أول عودته إلى شبكة المنزل الكهربائية، ما قد يسبب ضرراً على الأجهزة،